خصوصا مع دخول تقنيه الفار، ولا برضو لسه عندنا أشوف حاجات ناخد بالنا منها عشان السيزون اللي جاي؟ اشوف من الواقع بيقول ان محتاجين وقت اطول شويه، يعني برضو ممكن يبقى فيه اختلافات شويه اراء. ايوه ممكن يعني، هو مش انتقادا على فكره عشان ما حدش يوديني لجنه الانضباط، ولا انا عليا اقساط فما حدش يديني يقول لي غرامات والكلام ده. لا بقول حاجه، انا بقول راي خفيف جدا يعني عشان نبقى متفقين. لا احنا مش بنتكلم على حكم بعينه ومش بنتكلم على واقع بعينها، انا بقيم سيزن، ولما بقيم او بقول انه كان في مثلا نقاط سلبيه، ده بهدف انه السيزن اللي جاي يبقى انجح، والهدف في النهايه ان احنا بندعم منظومه التحكيم المصري وتبقى ايجابيه. اشوف ان في